السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة محمد الجيمر، ورجعنا لكم بمقطع جديد. وبهذا المقطع شباب، مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو، أفضل 10 لاعبين صغار، طبعا هم مهاجمين في عالم كرة القدم في سنة 2019. فأول شيء لا تنسوا تضغط على زر لايك، خلينا نوصل هذا المقطع ل10 لايك، وتشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. فيلا نبدأ. طبعا يا شباب، مقدما من قناة ليرونزو اف 7. فيلا نبدأ. هنا عندنا امبابي، ديمبلي، دي ليخت، توب 10 يونج بلايرز 2019. طيب هاي فينيسيوس، راشفورد، دي يونج. طيب يلا خلينا نبدأ. اول يعني رقم 10 راشفورد، طبعا هو بمانشستر يونايتد، ولحد الآن بمانشستر يونايتد. فهذه يا شباب مراوغاته وأهدافه، والله رائع، والله حلو حلو حلو، واو والله حلوة على فكرة، واو والله عطاه كوبري حلو. اللاعب طبعا يا شباب سريع جدا سريع، وايضا يلعب مهاجم مانشستر يونايتد. واو والله عطام، والله حلوه حلوه مراوغاته لراشفورد، مره حلوه هاي هدف. طبعا هو كمان راشفورد من اللاعبين انه اهدافهم يعني من بعيد، ايضا والله مراوغاته رائعه جدا، والله واو حلوات، والله حلوه. طبعا يلعب هو وبوجبا بنفس الفريق، رائع رائع جدا اللاعب. واللاعب الثاني فينيسيوس جونيور، اللاعب يا شباب انتقل لريال مدريد. بس يا شباب اللاعب فينيسيوس جونيور عنده مشكلة، وهي مشكلة الإنهاء، يعني مراوغ جدا، عالمي عالمي اللاعب، يعني أنا بتوقعه بس يكبر يصير من أفضل اللاعبين بالعالم. اللاعب سريع جدا جدا ومراوغ ايضا، بس مشكلته بالانهاء، يضيع كثير 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 يا شباب. والله رقص دي ليخت وكل اللاعبين وعطاه هدف. هاي يمكن ربع نهائي دوري ابطال اوروبا اتوقع. اوه هدف هدف حلو 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 الهدف. طبعا اللاعب ايضا اتوقعه برازيلي، والله اوه حلوة، لكن وقع بالأرض. حلوة حلوة والله، لعيب اللاعب. اللاعب اللي بعده ترينت، لاعب أتوقع يمكن ليفربول. ترينت يب ليفربولي، لاعب ايضا شباب مهاري وسريع ومراوغ وبالانهاء، رائع جدا بالانهاء ايضا. وهاي هدف، لا مو هدف، محمد صلاح، ايوه حلو. هو لاعب اتوقع يلعب على الجناح الايمن، تعريض رائعة وجول جول حلو، مراوغاته مرة مرة حلوة يا شباب. بس اتوقع لازم ترينت يحطوه يعني مو بالمركز، انه هلا هم حرة مباشرة حلوة حلوة الحرة. هلا هو ترتيبه حاليا الثامن اتوقع، لا لا شو تضيع ضيعها حلو. اسيستات يعني خرافية من نوع فكرة، بس ترينت اتوقع لازم يحطوه مثلا المركز العاشر بدال راشفورد. اللاعب بعده مويزي كين، طبعا اللاعب شباب مويزي كين ايضا من اللاعبة المهاريين ايضا ومراوغات. طبعا هو اللاعب من يوفنتوس، بيلعب مع رونالدو. اوه حلوة حلوة، وهاي هدف هدف حلو والله.
طبعا اللاعب أيضا يعطي أمرات أسيستات وإنهاء، إنهاء رائع منه طبعا. ما شاء الله، بس أعطيه باص خلاص بسجل لك جول. وهاي هدف أيضا، أعطاه كوبري والله. رائع جدا اللاعب. اللاعب اللي بعده، طبعا هذا اللاعب جوا فيليكس، طبعا هو اتوقع كمان بالنادي، والله ما اتذكر هو اي نادي، بس لكن مراوغاته ايضا جدا رائعة على هذا اللاعب. اوه حلو. طبعا يا شباب، صاحب المقطع كان عم يقول انه ضاف اللاعبين اللي تحت سن 21. هلا مثل راح يقول لي، هلا في عالم ما تقول انه بالتعليقات انه في ليروي صانيه، ويعني في لاعبين اكثر كمان لعيبه. طبعا يا شباب، ليروي صانيه عمره حاليا 22 سنه، يعني مو 21 سنه، هو حاطط اللاعبين تحت 21 سنه. يعني مثلا امبابي عمره 19 سنه حاليا، ممكن مبابي يصبح من أفضل لاعيبة بالعالم لما اعتزال مثلا ميسي أو رونالدو. مراوغاته جدا رائعة. طبعا يا شباب، آسف على ال والله بإيده خلاه يجاوب. طبعا آسف إنه عم أقطع بالفيديو شوي، لأنه شباب النت عندنا بسوريا. اللاعب اللي بعده ديمبلي، لاعب أسطوري جدا جدا ديمبلي، وبيستحق هذا المركز. هذا الجول كان خرافي على توتنهام. طبعا اللاعب هو ببرشلونة. طبعا يا شباب، النت عندنا يا بزفت بسوريا طبعا، يعني أرجوكم إنكم تسامحوني يعني على التقطعات هذه. والله ديمبلي يعني أسطوري أسطوري. طبعا كان يلعب جناح أيسر مع ميسي وسواريز. طبعا هاي خطة من فالفيردي، وأيضا أمرات يحط احتياط بدال كوتينيو. واو هذا الهدف، هذا الهدف خرافي كان. طبعا هو لاعب أيضا مثل كوتينيو، يعني مشمس اللاعب. لاعب أتوقع عمره يا 21 يا 20 سنة. اللاعب اللي بعده، لا شو اللاعب اللي بعده، هو نفسه ديمبلي. أعطاه كوبري والله. اللاعب اللي بعده دي ليخت. دي ليخت لاعب بأياكس، لكن انتقل هذه السنة إلى اليوفي. طبعا لاعب مدافع، يعني شوف شلون مدافع ومع هيك يسجل أمرات أهداف ومراوغات أيضا. أوه شو شال الكرة، أوه هلا تشيل الكرة من مبابي، والله شال الكرة من مبابي كريستيانو رونالدو. بسجل ايضا رأسيات اللاعب. هذه اياكس ضد مدري. عرضية حلوة حلوة جدا. واو جول يا الهي، والله رائع مشنص ايضا، والله خبطه على بطنه. والله روح لبطنه يا شباب، بس مع هيك شال الكرة حلوة من جيرود. اوف بس والله صعبة لجيرود. اللاعب اللي بعده جادون سانشو. ايه سانشو عرفته، هو بوروسيا دورتموند. حلوة مراوغاته. اوكي يا شباب، والله مروغة. اوه والله حركت الحركة نفسها مرتين، والله روح صدره، والله والله حلوات مراوغاته. بس اتوقع يعني راشفورد المفروض ما كان حاطينه يعني مثلا المركز العاشر، يعني مثلا يحطوه مثلا المركز الثامن او السابع.
والله رائع رائع مراوغاته، وأيضا بالإنهاء رائع جدا كمان. تمام، أهدافه رائعة أيضا يا شباب. أوه والله بالقدم اليمنى. أيوة، اللاعب اللي بعده مبابي، كليان مبابي. إجباري لا يكون كليان مبابي من بيناتهم، عمره 19 سنة. مبابي من أسرع اللعيبة بالعالم، أو لا، هو أسرع لاعب بالعالم أصلا، سريع جدا. يعني مثلا بس يعني إذا بده يراوغ حدا بس يضرب الطابة لقدام ويركض وراها وخلاص وقول. وأيضا هو لعب مع يلعب باريس سان جيرمان حاليا، بس ما أعرف إذا ريال مدريد بدها تشتري لمبابي أم لا، ما حدا يعرف. مراوغات رائعة من مبابي وأهداف وإنهاء يعني تمام، وأسيستات أيضا. يعني أنا مثلا يا شباب أنصح لمبابي إنه يروح على ريال مدريد، يعني بي إس جي يعني هو أكبر من باريس سان جيرمان، هو ونيمار. بس نيمار ما بعرف إذا يعود البرسا ولا. اللاعب اللي بعده دي يونغ. دي يونغ طبعا هو أياكساوي، وانتقل هو لاعب وسط، طبعا هلا انتقل على إلى برشلونة، ولحد الآن عم يقدم شيء ممتاز جدا جدا في برشلونة. لاعب عمره تقريبا يمكن 18 سنة، يمكن والله اللاعب رائع جدا. اللاعب حتى لحد الآن فالفيردي يجربه بالبرشلونة بمباريات ودية، تمريراته تقريبا كلها يا شباب ناجحة. رائع مراوغاته، هو أتوقع هو آخر لاعب. طبعا يا شباب التوب 10 أتوقع يعني مو بالترتيب حاطهم، هو صاحب القناة. واو رائع رائع جدا، أهدافه رائعة جدا. إنه هلا مثل ما قلت لكم إنه عشرة مثلا راشفورد، يعني المفروض ما يكون حاطينه إنه رقم 10. فياب يا شباب، هنا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، إن شاء الله يكونوا استمتعتوا بفيها. إذا بدكم حلقات تانية من كرة القدم، أشياء تانية، فقط وصلوا هذا المقطع لـ10 لايك، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.